اسف على المقاطعه يا كابتن، خليني اوضح حاجه. يعني الكرو بتاعنا اللي في ارض الملعب اكد لنا وصول كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. اهي الصوره على الهواء، اهي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وصل الى المقصوره الرئيسيه في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره ومجلس الاداره بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين يعني مجلس اداره الاتحاد، وطبعا على شماله كابتن محمد الضماطي رئيس اللجنه العليا المنظمه، كابتن مرتجي طبعا متواجد بشكل دائم، كابتن مرتجي على فكره في كل الاحداث الالعاب الاخرى الحقيقه دايما يعني بنشوفه، وعلى فكره كابتن مرتجي برضه بقابله كتير جدا على الطيارات الحقيقه، يعني مكوكي ما بيسيبش فرصه الحقيقه يعني ان هو يكون مع الفرق لما بيكون معاه. طيب زي ما قلت لحضراتكم الافتتاح هيكون تقريبا الساعه 7 يعني بلس اور ماينس 5 دقائق، بيبقى هو ده البروتوكول اللي بيبقى معمول، وماتش الافتتاح ان شاء الله.